من يوم الشهيد في مصر لواحدة من أهم المناسبات في هذا العام، وتحديداً في نهاية شهر مارس. رمضان مبارك علينا وعليكم، شهر الخير قرب لنا إن شاء الله. ويعني من المناسبات المهمة اللي كل الناس بيستنوها في وطننا العربي وفي العالم أجمع. يعني أتحدث شوي عن شيء خاص في أنا بهذا الشهر. يعني باخذ أولادي أنا بشكل عام دائماً قبل ساعة أو ساعتين من وقت الإفطار، نروح بنجيب المشروبات اللي هي تمر هندي والعرقسوس، ونجيب الحلويات للبيت وبنرجع. هذا المشوار هذا يعني بتخيل بيخلق روابط ما بين الأب وأبنائه والعائلة كلها بشكل عام طبعاً. وبتشوف جو رمضان كله بالمكان والبلد اللي بتكون موجود فيه. يعني جميل جداً. يمكن أنا بالنسبة إلي أكثر شيء بيميز شهر رمضان أنا بحكي اللي هو صلة الأرحام، كمان التقاء الأهل بيكون شوية أحياناً يمكن مشاغل الحياة ماخدهم، ففي شهر رمضان يعني بتحلى لمة صلة الأرحام وأجواء رمضان الحلوة، والناس كيف تسأل على بعضها البعض. أنا بالنسبة إلي يمكن أنا أكثر ما يميز أيضاً شهر رمضان إنه كل أم تضلها منورة بيتها، لأنه إحنا لما ندخل في أي بيت من بيوتنا بنشعر بأنه الروح الموجودة فيها، روح الأم، بتعطينا الدفء والحنان ولمة العيلة في شهر رمضان. صحيح. بسبب الأم كمان. صحيح. أكيد في شهر رمضان أنا زي كل المصريين، يعني إحنا بنستعد، وأنا بحب جداً لحظة الإفطار، يعني بحس إنها لحظة كده فيها جمعة غريبة، يعني حتى تكوني حتى وانتي ماشيه بالذات في الشارع المصري، عارفه عندهم طقس لطيف جدا، يعني في اي شارع انتي ماشيه لازم الناس توقفك، يدوكي تمر، يدوكي زبادي، يدوكي عصير، وعيب انك تكسفيهم لانه الناس بتبقى بتعملها تصدق وبيعملوها محبه، وبعدين تلاقي اللي بيجري اللي عنده اكل. يعني لحظه الافطار دي انا من اللحظات اللي بحبها، وبالذات لما بكون مثلا نازله هفطر في اي حته، وكالعاده متاخرين، يعني ما بتروحيش ابدا قبل، يعني بتنزلي على اخر دقيقه، فبتشوفي كل المظاهر الخاصه برمضان. كمان وانت بقى في البيت هي نفس الشيء، لحظه الفطار وتحضير السفره، وتبقي اولا حاسه انه دايما انا دايما عندي احساس الاكل مش هيكفي، ويبقى الاعداد مش كتيره اللي موجوده في البيت ويفيد وتبقي عايزه ترتبي كل حاجه وتحطي كل حاجه والكل يبقى موجود. لا هي من اجمل اللحظات اعتقد. صحيح. اللي بتجمعنا كلنا في الوطن العربي يعني. نعم. واحساسك كمان انه انت بتفطري مع الناس في نفس الوقت، التوحد الجميل ده. صحيح. بيبقى هو ده جمال الشهر الكريم. أكيد. صح. ويعني بتخيل مصر قدمت لنا كتير لشهر رمضان المبارك من مسلسلات وأفلام ويعني أشياء فنية بترافق هذا الشهر الفضيل. أكيد. واحدة من هاي الأشياء مشاهدينا الكرام أغنية رمضان جانا وفرحنا به.